السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في وصفة جديدة وفيديو جديد مرة أخرى على قناتكم سوكا أستيس. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا معاكم الكفتة ديال السردين بفلفلة، كتجي لذيذة سهلة في التحضير. بقاو معايا نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. بالنسبة للمقادير عندي تقريبا واحد الكيلو وربع ديال الكفتة السردين او السردين، خديته نقيته مزيان وحيت له السنسول. عندي حبة ديال الفلا صغيرة مقطعة مربعات صغار بزاف كما كتشوفوا في الصورة، ونفس الطريقة في الفلا صفراء وفي الفلا خضراء. عندي حبة صغيرة ديال البصلة مقطعة مربعات، شوية ديال القزبر وملح، جوج فصوص ديال الثومة محكوكين حكيتهم على الجهة رقيقة باش يجيني رقيقة بزاف، ملعقة كبيرة ديال الشحمة ديال البكري حكيت على الجهة رقيقة باش يدم لينا الكفتة، شوية الزعتر تقريبا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، فلفلة حمراء سودانية، الإبزار، زريعة القزبر، الملحة وعصير الحامض. الكمون نسيت ما ضفتوش معكم في المقادير، ولكن من بعد راني ضفتو تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، هو في الصوره ما غيبانش لكم ولكن انا من بعد ملي تفكرت انني ما درتش الكمون او ما بينتوش راني من بعد ضفتو، ولكن هنا كنقول لكم باللي ضفت معلقه صغيره ديال الكمون. غادي نطحن الكفته ديال السردين، وتقدروا تطحنوا السردين غير في ديك الطحانه العاديه. حتى يتطحن مزيان وعاد نضيف فلفله والبصله. انا ما ضفتهمش معاه، ما بغيتهمش يجيوني مطحونين بزاف، بغيت شي واحد شي حبات ديال الفلفله داك الالوان اللي فيها باش يجيو باينين في الكفته ملي تكون طايبه. فغادي نخلي حتى تطحن ليا الكفته مزيان عاد غادي نضيف فلفله. دابا غنبدا كما قلت لكم من بعد ما تطحنات الكفته ديالي مزيان غادي نضيف فلفله تدريجيا حتى تطحن، ماشي بزاف، غير واحد شوية وغادي نتوقف. كتجي لذيذة مغايرة تماما على الكفتة ديال السردين اللي كان ناخده دائما. طحنتها واحد شوية، خليت كما كتشوفوا كاينين شي حبات ديال الفلفله باينين ما مطحونينش. غادي ناخذ هاد الاناء هذا وهو اللي غادي نخلط فيه الكفته باش غادي نضيف ليها المقادير الاخرى. ما تردوش انكم تجربوها، انا متاكده غادي تعجبكم بزاف. غادي نضيف جوج فصوص ديال الثومه، خديتهم حجم ديالهم متوسط، معلقه كبيره ديال الشحمه ديال البقري، تقدروا تزيدوا حتى اكثر راه كتجي لذيذه ما تخوفوش منها. انا ما كاينش عندي الشحمه بزاف. جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون كما قلت لكم، تقدروا تضيفوا حتى جوج معالق كبار او ثلاثه ديال الشحمه ديال البقري راه كتجي لذيذه. جوج معالق تقريبا ديال عصير الحامض، واحد شويه او معلقه صغيره ديال الزعتر،
واحد نص معلقه ديال السودانيه، كتبقى على حسب الذوق، تقدروا تزيدوا اكثر او ما ديروش. معلقه ديال الفلفله حمراء، معلقه صغيره كما قلت لكم، ضيفوا الكمون، انا راني ما ضفتوش، معلقه ديال الكمون. ما غاديش تلقاو هنا باين لكم مع المقادير، ولكن انا قلت لكم بلي نسيت ما بينتوش الكمون. ضفت معلقه ديال صغيره ديال الملحه، معلقه ديال زريعه القزبر، وتقريبا واحد نص معلقه ديال البزار. بالنسبه للبزار تقدروا كذلك ما تضيفوش، وغادي نضيف تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الفرماج محكوك. تقدروا ديروا فرماج مثلث او تستغناو عليه الى بغيتو، ما كيعجبكمش الفرماج. صافي غادي نخلط مزيان، ودابا غادي نشكلو على هاد الشكل هذا بحال الشكل ديال الاصابع. شي شويه جيبوها ما رقيقاش بزاف وما غليضاش الكره ديال الكفته، واللي بغى يشكلها على شكل كره ديروها مع صوص طوماط او قليوها دوزوها في شويه ديال الصفار البيض ولا شابلور، وقليوها الا كنتو كتبغيوها تقله. غادي نستمر بنفس الطريقه، ومن بعد غادي نشويها على الفاخر. انايا حدتها طيبتها شويتها على الفاخر، دابا نوريكم الصوره باش تشوفوا كيف كيجي الشكل ديالو. هو هذا كيجي زوين بزاف ولذيذ. الكفته ديال السردين ديالنا هي دي واجده، كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي لذيذه بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء. ما تنساوش تدعموني بالتعليقات واللايكات ديالكم والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. واللي مازال ما اشتركش معنا في القناه كنقول لكم اشتركوا ومرحبا بكم، وشكرا على حسن المتابعه. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.